أقسام، نأخذ أقسام إزالة النجاسة عن الثوب. وحن هذا بلابي دونا قيبها لغو نجاسة اللغة طهرية نركة. انتبه معنا. نعم، إذا وقعت نجاسة على الثوب هذه النجاسة قال دركة. نعم، كيف تزيل هذه النجاسة؟ سيد أزولين كرتان نجاسة دنا. تزيل هذه النجاسة إذا كانت نجاسة مخففة، يعني نجاسة سهلة الإزالة. نعم، وحد أزولين إذا نجاسة هذه فضوضة هاي المذي. سيد المذي ذا أوكله. المذي هو سائل ليس له لون كالماء، يعني مديد والشيء صعنية، يخرج عند التفكير أو النظر أو التقبيل. مديد وحي تمادا حلق الروح دي هولها عيارة أكويرة في فكره نجس والنجاس ناقض للوضوء ويشد نواب رسا. حتى ينقطع هذا أي المذي لابد من غسل الذكر والخصيتين. سيؤق أضوء وحال الرباء نجا يعني مديد أسيت حتى يغسل ايش؟ يغسل الذكر والخصيتين. إلى أوكم ميرو حبنت ترنكا يلا بدا حنين. وإذا وقع على الثوب قلنا هو نجس، لابد من إزالة هذه النجاسة عن الثوب. هذي مرض مديد قادو وحلق مارمان أه يدنا إلا دقو ميشاس إيقادي. فماذا تصنع إذا نزل على الثوب؟ ترش الماء فقط، رش. نعم. وحد يليس هذي مرض قادو بيوم بالغور شيني يوم كليتا. نعم. إذن هنا إزالة سهلة، رش فقط. نعم، ومد الفضود رغم ذلك. أما البول أو الغائط أو دم الحيض أو النفاس، نعم، هذه النجاسة كارثة هي أما أي سحرة هي أما ديق حيض كأوية هي. إذا جعل الثوب ترش الماء وتعصر. نعم، إن بيها تقش بيسا كدبنا وارمة شيريسا يعني. نعم. سيدي وحلو رغي عادي قاعد يعني الآن دخل هذا إلى دورة المياه هنا وجاء على ثوبه شيء من البول. بس قشوا قالي وصاب حيد الركي سواي يعني قالي يأخذ المكان الذي أصاب البول يرش على الماء ويعصر ثم يخرج يصلي. ماشي وبيكش بيا وما تشير يا قد وقت كنيا. نعم، هذا ما يتعلق بإزالة النجاسة عن الثوب. أنت نوا أنت لحن يدي قابك نجاسة اللغة السورية دركها. أما الكلب إذا ولغ في الإناء إذا أراد الشرب ويشرب بإخراج اللسان، فماذا نصنع بالإناء؟ هذا أيجو عرب في سؤال فجليه محافظ سبعين. لابد من غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. وحلق مرمان أهول كي إن لدقت دبتشر مرتب أبوه رسعيد بالغرقية. يعني يضع التراب يغسل بالتراب ثم بعد هذا يغسل ست غسلات بالماء. مرك أقوه رئيس عيدة سويلك كرد غياء كدبنا لحجير ببيه كرد غياء. نعم،